فإذا يوم القيامة القانون هو هذا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا قانون ومبدأ كبير، كون نخليه نصب أعيننا. طيب ممتاز، إذا تم هذا الأمر إخواني، أكو بعض القضايا اللي استشكل فيها بالنسبة للآية الكريمة، يعني قال لك أكو بعض القضايا تتنافى مع الآية الكريمة، هواي أنا ما أقدر أجيبها كلها، كثيرة حقيقة، يتصور أنها تتنافى مع الآية الكريمة، وأن ليس للإنسان ما سعى. أنا أجيب لك قضية واحدة مهمة واتقس عليها ما سواها، راح أجاوب عنها وقس على الجواب بقية الموارد. ما هي هذه المسألة؟ وأدري هي تبادرت إلى أذهانكم الآن، هي مسألة الشفاعة. زين تقول لي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، زين الشفاعة شلون؟ والشفاعة عقيدة ثابتة تضمنها القرآن الكريم والروايات الشريفة، وتقريبا هي مورد إجماع الأمة، إلا من شذ وندر، وإلا الشفاعة تقريبا مجمع عليها بين أبناء الأمة، لأنها وردت في القرآن ووردت في الأحاديث. هسه بعضهم عدة تفصيل بها، مثل المعتزلة يقولون الشفاعة لرفع الدرجة وليس لغفران، هذا لا، الحقيقة مخالف لظواهر النصوص. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالشفاعة بصورة عامة ثابت لا غبار عليها. زين الشفاعة شنو الشفاعة؟ الشفاعة يعني يجي واحد طبقا لقانون السعي هو ما يدخل الجنة، ما مؤهل لدخول الجنة، ببركة الشفيع نبي ولي يجي بشفاعته ياخذ بيده ويدخله بالجنة. شلون الآية تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وزيد من الناس يدخل الجنة ليس بسعيه وإنما ماذا؟ بشفاعة الشافعين. هذه ألا تتنافى مع هذه الفكرة؟ الجواب عن هذا إخواني ماكو تنافي، لكن قبل الجواب صلوا على محمد وآل محمد. الجواب عن هذا أكو جوابين. الجواب الأول أرجو أن تلتفت إلى أنه الآية بصدد الاستحقاق للتفضل، الآية بصدد الاستحقاق مو بصدد التفضل، بعبارة أخرى بصدد قانون العدل لا بصدد قانون الإحسان، لأن عندنا عدل وعندنا شنو؟ عندنا إحسان، والإحسان فوق العدل. يعني قد واحد مثلا من خلال قانون العدل ما يستحق هذا الشيء، لكن أنا تفضلا عليه أعطيه هذا الشيء. الآية الكريمة الجواب الأول يقول لك الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بصدد شنو؟ بصدد الاستحقاق، يعني أنت اللي تعطى تستحقه من جنة أو من نار، ما له علاقة. بعضهم يسعى سعيه يؤدي به إلى الجنة، بعضهم سعيه يؤدي به إلى النار. العدل أنه تعطى ما تستحق، سعيك زين تطب للجنة، سعيك مو زين تروح للنار، هذا استحقاقك. لكن هل بالإمكان أن الله يتفضل عليك حتى لو لم يكن استحقاقك؟ لو لا، بالإمكان أن يتفضل الله عز وجل على العباد. يعني أنت واحد يشتغل عندي مثلا في بناء في أي شيء، استحقاقك قد الأجر اليومي 10,000 20,000، هذا استحقاقه. زين أنا إذا أعطيته 25 أكو مشكلة؟ مو استحقاقه، لكن هذا تفضل مني. فوأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا استحقاق. الشفاعة تفضل من الله تبارك
وتعالى على العباد. هذا الجواب الأول. هسه هذا الجواب أكو بعضهم ما يقبلوه، يعني عندهم ملاحظات عليه. ليش؟ لأن أكو قضية مطروحة في علم الكلام أساساً، هو هل هو الثواب استحقاقي أم تفضلي؟ المعروف بين متكلمين أن الثواب هو تفضلي لا استحقاقي، يعني ما عندنا استحقاق وتفضل، كله هو تفضل من الله عز وجل. هذا بحثه في مكان آخر. لكن الجواب الثاني عن الإشكالية أنه ماكو داعي نروح الاستحقاق وشنو وتفضل، لأن هو ماكو تنافي بين مسألة الشفاعة وبين قانون السعي. لماذا؟ لأن الشفاعة من ضمن السعي. هاي التفت لهاي النقطة، لأن الشفاعة من ضمن السعي، شفاعة الشافعين لك من ضمن سعيك. شلون يعني من ضمن سعيك؟ يعني أنت إذا لم تسعى للإيمان تنالك الشفاعة؟ خمتنا لك الشفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، في الرواية قال لمن ارتضى دينه. فسعيك نحو الإيمان، نحو تولي أولياء الله الشافعين، هذا سعي يؤهلك لتدخل في دائرة الشفاعة. فالشفاعة جزاء لسعيك، الشفاعة سعي لعملك أيضا. ولذلك إذا ما عندك سعي بالمطلق خمتنا لك الشفاعة. احنا مو عندنا بالروايات، كثير من الأصناف لا تنالهم الشفاعة لو لا. الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق في أخريات حياته، في أخريات حياته لما جمع أهله وأولاده، الوصية الأخيرة اللي وصاهم شنو؟ قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاة. مستخفا بصلاة، شنو مستخفا بصلاة؟ يعني لا يقيم للصلاة وزنا، ولا يقيم للصيام وزنا، ولا لأحكام الله وزنا، مستهتر بالدين، هذا له الويل في القرآن الكريم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مو في صلاتهم ساهونها، لو في صلاتهم ساهونها لكنا، لأنه من اللي ميزه بالصلاة سهو بالصلاة الأحكام، لا عن صلاتهم ساهون، مو يم الصلاة. الإمام الصادق يقول هذا ما تناله شفاعتنا. أنت إخواني خل أضرب هذا المثال. أنت معلم، مو معلم، مدرس معلم، أو صديقي عندي علاقة وياك، ابن منطقتي مثلا أو صديق، فأتصل عليك أقول لك يا أبا والله مثلا، أو أنت تتصل علي زين تقول لي دير بالك شوي على ابني، ها راعي بالتصحيح مو بالدرجات. أقول لك إن شاء الله بس خلي شوي يقرأ. أما يجيني مبسط كشي ماكو خوشطي غير يجيني مثلا قاري فشي حتى أنا ساعده، أما كشي ما قاري صفر خوش أحطله مثلا، أول درجته اثنين شي أحطله، خلي شوي يروح حتى أساعده. كذلك الشفاعة تشمل من؟ الإنسان المؤمن الذي يسعى للإيمان ويتولى أولياء الله وعنده سعي، لكن أذنب هنا قصر هناك، ومن الذي لا يذنب ولا يقصر، بس هو نيت طاعة الله، مو مستهزئ بالله وبدينه وبالأحكام وكذا، لا لا مو الشكل. لابد عنده مقدار من السعي، مقداره هذا من السعي يؤهله لأن يدخل في دائرة الشفاعة، فتشمله شفاعة الشافعين. نسأل من الله تعالى أن يشملنا وإياكم بشفاعة الشافعين، بشفاعة محمد وآله الطاهرين.